فنان 30 تموز 2018، تحية لكم وين ما كنتم موجودين. عالم الصباح أكيد هلأ ببدايته، ورح يكون مشوارنا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت مثل العادة. مع بداية كل أسبوع عم نحمل أمل جديد، عم نحمل أسئلة جديدة قديمة كمان، عم نرجع دايما نطرحها على حالنا. الأوضاع السياسية اقتصادية كلها يلي عم بتكون موجودة عم تطغى على الساحة المحلية، وطبعا عم نقدر نتابع كمان شو عم بيصير عالميا. على امل تقدروا تتابعونا مع بدايه هالاسبوع قبل ما يقلع اسبوعكم فعليا بعالم الصباح. فاذا مثل ما ذكرت اليوم عندنا فقرات، وبمعظمها كمان بيكونوا موجودين بينضموا لنا لحتى يتلقوا اتصالاتكم مباشره على الهواء، بالاضافه اكيد الى ضيوفنا. الشيف حسين مثل العاده على فقرات ورشه ملح، ومع بدايه هالنهار هذا رح بيكون في عندنا اطباق على سمك، صح؟ صباح الخير. صباحو، كيفك اليوم؟ انا منيح، كيفك؟ كيف كان هالويك اند؟ الويك اند كان كثير حلو. عم تخبرني قديش كان في سقعه بعلبك؟ ايه صح، كان في سقعه على المرتفعات. بس الحمد لله فينا نقول انه بس بالنهار لا، ايه اكيد بس منيح، بعدنا بالجبال وهيك عم بيكون التأس مقبول وحلو كثير. 100% شو رح تخبرنا اليوم؟ اليوم في عندنا وصفه مثل العاده، وصفه سمك اليوم الاثنين، لكن بقول للمشاهدين في عندنا كمان وصفه اللي ما بحب السمك محضر كمان وصفه لحمه. عظيم. كرات لحمه بجوز الهند، هيدا اول طبق. عندنا فيليه سمك مع صلصه الفطور، ثاني طبق كمان في عندنا وصفه حلو من البسبوسه بالجبنه. هول هن لكان مشاهدينا وصفتنا، وصفتين مالح ووصفه حلو. حضروا الورق والقلم ما تنسوا لحتى اعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشه ملح. يعطيك الف عافيه، ميرسي شيف. نحن بنقلع بعالم الصباح مثل ما بنقول دائما، وبنكون مع اولى فقراتنا اكيد مع كارمن، وكلكم ناطرين تعرفوا حظكم لليوم. صباحكم بالخير. يوم الاثنين 30 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت، طبعا الشمس موجوده ببرج الاسد الناري. كيف رح بيكون هيدا النهار وانطلاقه الاسبوع؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، النهار بتحسه منه كثير هالقد سريع، ما بتحسه هالقد نشيط، ما بتحس انت ما بتحس حالك نشيط وديناميكي، بالعكس تماما بتحس حالك انك زهقان وبالكاد رايح جر على الشغل او على نهارك. حاول ما تاخذ اي قرار اليوم، لانه في احتمال انه تخيب امالك باي قرار بتاخده. تبقى بالرغم من هالجو هنالك مواليد محظوظه، بعتبر هي مواليد 28 و29 اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور بعتبر نهارك حلو، لانه بيريحك من مشاكل عطلة الأسبوع، بريحك مشاكل السبت والأحد. بتحس أنه اليوم أنت مفرفح مبسوط، في ضغوط بس الضغوط اللي صارت امبارح وقال امبارح كانت كتيري، فاليوم أنت مرتاح نسبيا، في انفراجات وفي قدرة لحتى أنت تنبسط وتفرح وتدخل لحياتك نوع من البهجة. تبقى الأكثر حظا نسبيا اليوم هي مواليد 23-24 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. حط ببالك اليوم او على الاجندة انه بدك تكون منضبط، بدك تكون شايف حالك بمعلوماتك، وقادر انك تتفاهم مع الناس، قادر انك تتواصل مع الاشخاص اللي اليوم عم تلتقي فيهم، عم تجتمع فيهم بكل هدوء وبرصانة. ما تهمل واجباتك، الجو اليوم متقلب لكنه مهم جدا، وما فيك ترتكب اخطاء. إذا أمكن ضروري يكون عملك كامل متكامل. الأوفر حظنا 28-29 أيار مايو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان انطلاقة كتير حلوة لهالأسبوع. الشمس ببرج صديق لك ببرج الأسد، القمر ببرج الحوت اللي هو كمان صديق جدا لبرجك، الاجواء ممتازه، وبعتبر هيدا نهار من الايام يلي بتقدم لك ربح ومكاسب وتقدم وانفراجات والحظوظ قد ما بدك، عمد عينك والنظر. بتبقى الاكثر حظا، مع انكم كلكم محظوظين، مواليد حزيران يونيو وايضا 6-7 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لك مولود برج الاسد ضروري تصلح الخطا والامور اللي صارت اللي تعقدت السبت والاحد. اليوم نهار هو لتصحيح الامور، لترقيع الامور، لتدوير الزوايا، لحتى ترجع تظبط العلاقه.
يمكن كان في ارتباط، يمكن كان في مجال لفك ارتباط. المهم اليوم هنالك تفاصيل كتير دقيقة وصغيرة بتطلب منك انه تسلم امرك، يمكن امر هالملف، امر هالورقة لشخص، او انت تشتغل مع شخص اخر يمكن بيعرف اكتر منك. وبهالوقت هيدا ضلك حذر، انتبه من الانفعالات. مولود 24-25 تموز يوليو. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لمولود مولود برج العذراء، اليوم نهار بعتبره فلكيا ضعيف، وبعتبره فعلا من أضعف أيام الشهر. أضعف ما معناتها ما عندك طاقة، أضعف من ناحية الحظوظ، بالعكس يمكن عندك طاقة، لكن الطاقة اللي عندك إياها يمكن تكون out of control، ما في سيطر عليها، بتفقد السيطر عليها وبتسبب لك مشاكل وحتى بتوديك إلى متاعب وخلافات. فاليوم بدك تكون كتير إنسان عاقل، عقلك كتير كبير، وتتجنب الوقوع ضحية انفعالات أو تحديات أو استفزازات. بالرغم من هالجو هنالك شوية حظ بانتظار 15 و16 أيلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. الشغل اليوم طويل لكن rewarding، يعني بكيفك، بيعطيك حقك وبتقدر انت تتقدم. هيدا نهار في شغل، اذا فكر هيدا نهار هو لحتى تستريح لحتى تكمل عطلة الاسبوع بتكون مغلط. يعني اليوم هو من الايام اللي بدك تفيق بكير على الشغل، ابكر من الوقت بدك تشتغل ساعات او وقت زياده، ما رح نقول ساعات، تشتغل شوي مجهود تحطه من كل قلبك، والنوايا تجاه العمل، تجاه اي دفوار عندك، اي مسؤوليه عندك اياها، سواء كانت اجتماعيه، مهنيه، عائليه، بدها تكون فعلا من كل قلبك عم تشتغلها. واليوم يمكن بيضلوا اهين من اسهل من بقيه ايام هيدا الاسبوع. 24-25 سبتمبر الانشط ويمكن الاوفر حظا. كمل مع برج العقرب. هيدا النهار لازم تقرر من الصبح، اصلا معك اليوم وبكره ومنتصف الاربعاء، من الايام الحلوه المتبقيه بهيدا الشهر. نهار ممتاز، ليش؟ لانه الاضواء صارت عليك من هلا لاخر هيدا الشهر، وكل اسبوع بيطلع لك يومين تقريبا، يومين ونص حلوين بتقدر توصل فيهم الى النجوميه. اليوم هو من احد هالايام. صحيح في مشاكل وطالع من عطله اسبوع نفق طويل مظلم، اليوم انت فينا نقول ابصرت النور، طلعت وصلت على شط الامان، ومش بس هيك في مكافاه حلوه كتير بانتظارك. اشتغل على الامور الصعبه المستحيله بتنجح، خاصه 6-7-8 نوفمبر انت الاكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس حلو اليوم بشغلك، بعملك، بدرسك، بحياتك الاجتماعيه، تكون عم تتعاطف مع الناس، انت بحاجه اليوم لمين يهتم فيك، لمين يتعاطف معك، لمين يقدرك، فضروري يكون كمان بالمقابل انت عم بتقدم نفس الامور لمحيطك. الجو متقلب شوي، يمكن في سفر، يمكن عم بتودع ناس مغتربين، يمكن انت عم طالع بالك تسافر، مش بالضروره تكون الاجواء سلبيه. 29-30 نوفمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي قوة هيدا النهار هو سرعة خاطرك وبديهتك، عندك ريفلكس سريع جدا بخليك تلقطها على الطاير، ومش بس هيك تلقطها على الطاير، تفهمها، بتستوعبها بسرعة، بترجع بتزت الطابة بملعب الآخر. أفكارك قوية، مقنعة جدا، سريع وقادر تنافس. الأكثر حظا 24-25 ديسمبر. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو يمكن كان عندك أفكار حلوة خطرت ببالك، قررت على شيء، توضحت أمور في اليومين الماضيين. اليوم ضروري مولود برج الدلو يرجع يكمل، مش انه خلص قررنا وتركنا الملف على جنب، اليوم في تكمله، اليوم في تقدم، ويمكن اليوم يكون في حركه اكثر من اليومين اللي مرقوا. انتبه لمصرياتك، انتبه لاستثماراتك، انتبه لمعلوماتك، لثقه بنفسك، في احتمال يكون في لقاء مع احد الاشخاص، يمكن منافس لك او شريك مستقبلي لك. كن حذر من السرعه، من المشاكل كليا ومن المجازفات. 22-23 كانون الثاني يناير. نوصل لبرج الحوت. مولود برج الحوت القمر ببرشك يومين ونص، الشمس موجوده ببيت الشغل ببيت الصحه، فما غريب انه يكون في صفحه جديده عند مولود برج الحوت تتعلق بهالامرين، يا اما عم تبلش شغل جديد، يا اما عم تنهي شيء، يا اما في عمل على الهامش، كمان طالع بالك تهتم بامور صحيه بتخصك، بتخص الناس من حولك، في نشاط
في تقدم وفي مبادرات وتفاؤل كتير قوي، واهم شيء هي الحماسة اللي عندك اياها والفرحة يلي اليوم انت بتملكها. 11-12 اذار مارس بالاضافة لجميع مواليد شباط فبراير هي الاكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لك مولود اليوم سنة بتكمل فيها أو بتتابع فيها مسيرة كانت مهنية أو اجتماعية، لكن هالمرة بدك تتابع على أصولها، يعني صحيح حطيت حجر الأساس لكن في متابعات يمكن قانونية، ملفات يمكن استشفائية، بجميع الأحوال في متابعة. أيضا في اهتمامات يمكن تكون صحية، فالأمور بهيدي السنة مهمة أساسية مش سطحية، تبعها إلى العمق أو من العمق، مش انه تكون سطحي فيها. اب اغسطس ديسمبر نيسان ابريل هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. فإذن كانت هيدي كارمن مع اولى فقراتنا لليوم وتطميناتنا على حظنا لهنهار. مشاهدينا خليكم معنا، رح ناخذ اول بريك بعالم الصباح، من بعدها مثل ما ذكرت اليوم نهار الاثنين واكيد الفقرات بتكون موجوده حتى تتلاقى اتصالاتكم على الهواء. ترجع من بعد البريك تنضم لنا روى، بنكون على صحه السلامه. مجموعة من الأسئلة أكيد الصحية بمحطتنا التالية مع روى. صباح الخير. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. إن شاء الله أسبوع حلو كتير إن شاء الله للكل يا رب. هلا أكيد بيقدروا يتصلوا فينا مباشرة على الهواء، ورح نبلش بالأسئلة اللي سبق ووصلتك. تفضل. صح. أول سؤال، من فترة أخذت دواء وعمل لي يمكن مثل الألرجي حساسية، مهضومة كاتبة نص على لاتن إنجليزي عربي على. So my tongue has swollen، لسانة ورم، شو لازم أعمل أو عند أي حكيم لازم روح؟ أوكي. هلأ أول شيء دواء أخذتيه إذا عمل ردة فعل مثل نوع من الحساسية أو عمل أي ردة فعل، أول شيء بنحكي الطبيب اللي وصف لنا الدواء، نسأله بنقول له صار معنا هيك، انت بهالحالة ورم لسانك بتقولي له، فهو بيحدد اذا بتوقفي الدواء او بيعطيكي دواء بديل، وبالتالي مفروض انه لما توقفي الدواء يمشي الحال، تروح هالسايد افكت او هالمضاعفات الجانبية. وبهالحالة الطبيب اللي وصف الدواء بيقدر يحولك عن طبيب اذا ما تحسن الوضع او صار في اي مضاعفات عن طبيب مختص بمشاكل الحساسية. فاكيد لما بيكون عندنا اي الرجي رياكشن او حاله من الحساسيه، اكيد طبيب مختص بامراض الحساسيه هو اللي بنرجع له. لكن هون اول شيء بنرجع للطبيب اللي وصف الدواء لحتى نعرف من وقفه شو الدواء البديل وشو لازم نعمل، ومن هنيك بننطلق. اوكي. السؤال الثاني، انا عندي شمات كتير وعم بيكبروا، في دواء حتى يروحوا؟ كنت حكيت الاسبوع الماضي كمان كان في سؤال كيف عن رأبهم؟ صح، عن الشمات وكيف بيتغيروا. هلا عم بتقول عم يعني هو او هي، بس على الارجحيه يمكن عم بتقول انه عم بيكبروا، فاذا هون انا قلت اي تغير بالشكل باللون باطراف او حواف الشامه اذا صارت متعرجه واذا شفناها انه عم تكبر، هيدا مؤشر انه لازم نروح نفحصهم. بالاضافه اذا صار في اتشينج او حكه، يعني صارت هالشامه فيها عم بتسبب لنا حكه، او صار في نوع من البليدنج او صار ينزل منا دم، فهدول مؤشرات اي تغير بالشكل، واذا صار في حكه او نزول للدم فهول اكيد لازم نشوفهم عند طبيب الامراض الجلديه. وبالتالي طبيب مختص بالامراض الجلديه بيفحصهم وبيقدر يحدد اذا في اي تغيرات غير حميده، مالجنانت، تغيرات غير حميده، وهون بهالحاله بنرجع بنشوف كيف بنتابع فيها لحتى يمكن يتم استئصالها او يتم علاجها، يعني هون الطبيب بيتابع هالموضوع. لكن اكيد عم تقولي في دواء حتى يروحوا؟ لا اكيد ما في دواء. وبدي الفت نظر المشاهدين لشغله، اذا فتوا على الانترنت وحطيتوا عن المولز او عن الشمات بتلاقوا طرق لحتى نقدر نتخلص من الشمات بالبيت، طرق طبيعية، بصير يقولوا لكم حطوا هالشغلة أو اعملوا هالشغلة. لا أكيد لا. فأوعى توقعوا بهالفخ، هيدول أمور منا آمنة أبدا ومنا صحيحة. طبيب الجلد هو اللي بيحدد كيف ممكن إذا كان أي تغيرات عم بتصير بالشمات هي تغيرات غير حميدة، وهو اللي بيقدر يستأصلها بالعيادة. فإذا ممكن استئصال الشمات يا إما عن طريق مرات بحسب حجمها بحسب شكلها
شكلها هو بيحدد. أكيد ممكن طريق إلى جراحة يعني حتى. ممكن جراحة ممكن حرق بالليزر، فإذا في عدة طرق الطبيب هو بيحدد هالموضوع. بس اوعى توقعوا بفخ إنه نحن نعمل نتصرف صح أو نحط كريمات أو نعمل شيء بالبيت لنتخلص منها. يلا ألو 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 بونجور. ألو بونجور تفضلي. فيني أحكي مع ريوة بفضلك؟ إيه أكيد تفضلي. شو السؤال؟ بونجور ريوة. أهلا حبيبتي. كيفك؟ أنا صار لحمية كانت بداية كونسير، قصوا لي شقفة من المصران وعم باخد تريتمون هلا. بدي أعرف هلا الحكيم بيقول لي ما دخل السكر، بس على الإنترنت وين ما كان إنه لازم نمتنع عن السكر. أوكي. والعسل وكله كله كله، حتى حصة الفواكه عم باخدها مرة بالنهار أو مرتين. بدي أعرف شو يعني مظبوطة الأشياء هيدي. أوكي. أنت خلصتي العلاج يعني بعد ما استأصلي؟ أنا هلأ بلشت بالعلاج. هلأ بلشتي. اوكي هلا. ما في شك انه سلامتك. سلامه قلبك وان شاء الله يمشي الحال. ما في شك انه الاشخاص اللي عندهم كانسر وعم يخضعوا للعلاج بده يكون اكلهم قدر الامكان صحي. يعني منيح انك تخففي السكريات، اكيد شغله كثير منيحه. يمكن ما تمتنعي نهائيا لكن تخففي، هاي الشغله كثير منيحه، ويكون اكلك صحي ومتنوع. وخصوصا اذا ما سالتك اذا العلاج عم بيكون علاج كيميائي او علاج حبوب او اي طريقه. كمان اذا في علاج كيميائي كثير منيح تحكي مع طبيبك قبل ما تبلشي السيشن، قبل ما تبلشي العلاج الكيميائي، لتعرفي شو ناطرك، كيف بدك تتفادي لعيه النفس، كيف بدك تتفادي الانزعاج، شو لازم تحضري حالك قبل الجلسه اذا كان في علاج كيميائي او اي علاج هلا بدك تبلشي. عادي احكي مع طبيبك انه اسالي انا شو لازم اعرف، شو لازم احضر حالي، شو لازم اتوقع، وشو الامور اللي مسموح قوم فيها او لا، لانه كل طريقه علاج عندها بروتوكول. لكن كثير مهم اكلك يكون صحي ومتنوع، ومش غلط انك تخففي السكريات، بيكون كثير منيح على كل المستويات. اكيد مزبوط. اكيد. اوكي خلينا ناخذ كمان اتصال. يا لريوة. الو 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 بونجور الهام، احنا عم نسمعك. الو انت، واذا انت بعدك معلية صوت التلفزيون ما راح تقدري تسمعينا. الو يا ريت نفسر لها لإلهام بليز ونرجع ناخذ الاتصال. خلينا نرجع لعندك لكن ريوة. اوكي السؤال السؤال الثالث، كيف بنتخلص من الغده الدرقيه المسببه للسمنه؟ هل لها علاج؟ اكيد لها علاج. الغده الدرقيه لما بتسبب السمنه هي بيكون في كسل بالغده الدرقيه او نقص بافرازات الغده الدرقيه، وبالتالي بصير الشخص اللي عنده هالمشكله بيكسب وزن اكثر. اكيد في لها علاج. بنروح عند الطبيب الاندوكرينولوجيست او الطبيب المختص بامراض الغدد الصماء ومن تابع العلاج. ممكن يكون شوي العلاج طويل الأمد، لكن أكيد في علاج وبنقدر نتخطى هالمشكلة. وبدي أقول إنه في كتير أنواع من مشاكل الغدة الدرقية، فإذا كمان هون كتير مهم الطبيب بيحدد شو هي المشكلة ولحتى يكون كيف يكون علاجها، وإن شاء الله يعني أكيد بيكون على خير. رجعنا عند إلهام ولا بعد؟ ما عطونا بعد إلهام. إلهام رجعت. ألو بونجور. بونجور كيفك إلهام؟ تفضل. الحمد لله. يلا شو السؤال؟ عم أسمعك. ألو ألو إيه إلهام. هاي كيفك؟ الحمد لله. أنا خليكي بدي أسألها بس على الزنجبيل، هل هو مضر؟ أنا بحطه بالنسكافيه شي 10 شقف. أوكي. وبكله إيه زمان، هل هو مضر ولا لا مفيد للجسم؟ لا ابدا، الزنجبيل منه مضر. لا 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 بالعكس كتير منيح. بس بالنهاية دايما أنا بقول القاعدة الذهبية اللي بقول نتبعها بكل شيء بعاداتنا الصحية وحتى كمان بحياتنا برأيي الشخصي، الاعتدال الخير والأمور الوسط. يعني بتحب الزنجبيل أوكي خدي ومفيد، بس من بالغ وناخد كميات كتير كبيرة لأنه مرات بيكون زيادة عن اللزوم. فلا الزنجبيل منه مضر، بتحبي تشربيه لحاله، بتحبي تشربيه مع الشاي، بتحبي أنت تحطي بالقهوة مثل ما بدك، ما في مشكلة. بس لا منه مضر إلهام. شكرا لسؤالك.
اوكي بنكمل؟ ايه رح نرجع لعندك يلا. اوكي عندي سؤال بعد عن السان سكرين الكريم الواقي من الشمس، انه سبب لها حساسيه، عمل مثل بقع حمراء على الجلد، فبهالحاله شو بدها تعمل؟ هلا بالاجمال الحالات كثير قليله بسبب السان سكرين تحسس للجلد، لكن يمكن سأبت انت من هالاقليه اللي ممكن تتاثر، بس اكيد ما بدنا نوقف السان سكرين لانه هو كثير مهم وكثير ضروري، وهو اذا فينا نقول الخطوه الاولى للعنايه بالجلد والبشره لحمايتها من الشيخوخه المبكره، لحمايتها من التصبغات، لحمايتها من البريماتور ايجينج، الشيخوخه المبكره او التجاعيد. فاذا كثير مهم انه نحمي الجلد بالسان سكرين. هلا بهالحاله انا بنصحك اكيد بدك تشوفي اذا ما خفوا لما وقفتي الكريم تشوفي طبيب جلد يساعدك لحتى تتخلصي من هالبقع الحمراء. وبقترح انه وشوفي واسالي طبيب الجلد لما تروحي لعنده انه تلجئي للسان سكرين الفيزيكال سان سكرين، لانه في نوعين من السان سكرين، في النوع الفيزيكال اللي هو بنحطه لكن ما بتمتصه، ما بيمتصه الجلد، مثل كانه حطيتي طبقه خارجيه على الجلد للحمايه، وفي نوع الكيميكال سان سكرين اللي هو بيمتصه الجلد وبيدخل. فاللي ممكن يسبب حساسيه هو الكيميكال سان سكرين اللي بيمتصه الجلد، الفيزيكال البراني ما بيسبب حساسيه، واللي هو بيكون فيه تيتانيوم اوكسايد او زنك اوكسايد، هدول هن المركبات. فاذا فيكي تلجئي لهالنوع من السان سكرين لحتى ما يسبب حساسيه، واكيد ارجعي اسالي طبيبك وتاكدي منه. هلا يمكن سائبت يعني واحد على مدري قد ايه انه ماركه معينه يمكن او صح. نوع معين الى اخره، فيها ترجع تجرب غير شيء. مزبوط. ومرات كمان انا بعد وقت نحن اخلص وقتنا بعتقد انا 40 ثانيه انا 40 لك بدي اقول انه انا اتصال فينا نلحق يلا نلحق كثير منيح. الو الو بونجور اهلا تفضل. بدي اسال الدكتوره، انا كان عندي على منخاري شامي سودة كثير ونافعه، فجاه اختفت ما في بقى شيء، انه شو السبب تعرف؟ طول عمرها كانت موجوده؟ ايه واختفت؟ اختفت ما في شيء ابدا، وكانت نافره وسودة كثير. غريب يعني، بس كيف اختفت هيك؟ مثلا فقت الصبح ما لقيتيها ولا بلشت تدريجيا؟ كيف اختفت؟ اختفت فجاه. غريب حقيقة، غريب، ما بعرف شو بدي أقول. أول مرة بتصير. أول مرة يعني عادة بعرف بيتغير شكلها بتكبر، بس هيك بتختفي فجأة وأنت عندك إياها من أنت وصغيرة يعني موجودة صح؟ إيه عم بيعمل إيكو. أوكي طيب شكرا لاتصالك. بس على كل اذا بدك تطمني ما في مانع انك تشوفي طبيب جلد ليتاكد يعني انه هل هي اختفت ولا راح اللون، يعني يمكن كمان هي انت فكرتي ما يمكن الاسم حسب ما قريت ما يمكن فكرتي انها اختفت لكن هي اللون يمكن راح كليا، ما بعرف ما بقدر اقول لك ايه يعني ما بقدر اعطيكي هيك جواب بصوره اعتباطيه. فانا برايي لا تطمني وتتاكدي، اكيد شوفي طبيب جلد مختص لتعرفي اذا فعلا هي راح ولا صار في تغير فيها. ماشي. شكرا لاتصالك. ماشي لك يا مشاهدينا، خليكم معنا بريك وبنرجع نتابع. كمان عودة إلى متابعة فقراتنا، وبمحطتنا التالية كمان المجال متاح لكم لحتى تقدروا تتصلوا فينا مباشرة على الهواء مع كارلا. صباح الخير. صباح الخير غادة. كمان في عنا بعتقد مجموعة من الأسئلة سبقت ووصلت، واللي حابب هلأ يتصل فينا كمان، فرح نبلش بالأسئلة حتى نجرب قد ما فينا نجاوب على أكبر عدد ممكن. السؤال هون، سيدة حامل بدها تعرف شو النظام الغذائي للرضاعة يلي ممكن أنه طبعا الواحد يأكل وبنفس الوقت يكون في غذاء وما بنصح طبعا. هلأ هون
الفكره اهم شيء بالنسبه للسيدات اللي عم بترضع انه لازم ياكلوا بشكل كافي، بس اي شيء بغذي بجيب الحليب. يعني كثير بسمع اوقات انه هيدي السيده صاروا يعملوا لها ساندويتش طحينه، شيء ساندويتش عسل، شيء يعملوا لها مثلا عظام القصبه ليجي الحليب. شو ما اكلنا بجيب الحليب، الحليب بيجي اكثر كل ما رضع البيبي. فهون طبعا بنركز اذا بدنا نخسر الوزن اخذناه خلال فتره الحمل، مركز على الاشياء اللي قد ما فينا مركزه بالمغذيات. يعني دائما بيجي على بالي الشوربه او السوب لانه بتركز فيها كل الفيتامينات من الخضار والفاكهه اللي سلقناها فيها مع الدجاج. ممكن نعمل شوربه عدس، ما نخاف انه يصير في نفخه وغازات، الولد ما بيتاثر. هي كمان من الافكار السائده. كثير اوقات سيدات ما بيحبوا الحليب، ما بيمنع ناخذ اشياء فيها لبن، مثلا لبن وخيار، كب بلبن، كل هالامور بتعطي كل المغذيات بطبق واحد، بالاضافه طبعا للاشياء البديهيه مثل انه مرق جبنه، مرق لبنه. بس الفكره انه مش كل نص ساعه بصيروا بيطعموها. لا اكيد لا، اكيد لا. هلا اول لازم تشرب، لازم تتغذى، لازم تشرب كل نص ساعه. مع كل رضعه كبيت مي كبيره، مش ضروري عصير. ليه؟ لانه كل كبايه عصير هي سكر زياده منا بحاجه له اذا عم نحاول انه نخسر من وزننا. على كل حال فينا نحكي بتفاصيل اكثر، نعمل حلقه خاصه للسيدات اللي عم بترضع. كمان سؤال حبيته، وهون شاب عمره 30 سنه عم بيقول انه قديش وقت لنخسر 20 كيلو، مع العلم انه طوله متر 75 ووزنه 110 كيلو. هون سؤال كتير صعب، لانه قديه بده وقت الواحد يخسر من وزنه بتختلف كليا من شخص للتاني. اكيد ولا شخصين حتى لو عم بيتبعوا نفس النظام الغذائي بيخسروا وزنهم بنفس الوقت. فنحن اجمالا وقتها، يعني انا وقتها اعطي اي نظام منحف، بحسب للشخص انه يخسر 1% من وزنه بالاسبوع. 1% من 110 بيطلع تقريبا كيلو وشوي. فبشهر ممكن انه انت تخسري 4 كيلو و5 من الاحوال. صح، 5 باحسن اذا كثير قوينا قلنا. صحيح. وهون مش كل الاشهر، يعني ممكن انت اول شهرين تضعفي 5-4، ثاني شهرين يصيروا 3.5-4 كيلو. وهيدا كمان بيختلف اذا الشخص عم بيعمل سبار او لا. كثير بسمع انه انا اول ما بلش الرياضه الريجيم ما رح اعمل سبار. ليه؟ لانه الرياضه بتخليني ما اضعف. ما بعرف ليش، من وين هاي جاي الفكره. كمان اذا انا بلشت رياضه اول ما بلش النظام المنحف بضلني اضعف اكثر، وما بوصل للبلاتو او ما يعرف بالبلوك بوقت سريع. هلا اذا كان سؤاله بهدف انه بشهر يضعف 20 كيلو، لا كان هيدا السؤال ما رح يكون هيدا السؤال. عندك مينيمم 4-5 وطلوع. صح. اوكي، هيدي بنكون عندنا اقل شيء ياخذ 3 كيلو اذا كان كثير سريع. مع انه مع العلم انه الطريقه الاربع اشهر هو لل 20 كيلو، هذا الرقم اللي نحن بنحسه انه كثير مناسب ومنطقي وبيخلي الواحد يتعود من دون ما يتأذى. اكيد. كمان في عنا على انواع النظام او الدايت، وفي عنا هون مثلا شخص نزل 10 كيلو بس، سيده بس رجعت حملت، صار في حمل ما عاد ينزل الوزن بعد الولاده، وبالعكس صار الواحد يزيد. واي نصيحه طبعا. والمشكله انه وقت يكون في عنا مشكله صحيه مثل ارتفاع بضغط الدم وبنفس الوقت السيده شايله المراره، كمان هالشيء بصعب الامور. فهون دائما بدنا نقول كمان انه المره الثانيه او الثالثه الواحد بيخسر فيها وزنه بتصير اصعب. ليه؟ لانه الجسم ذكي، حفظ اول مره عمل الواحد فيها او خفف اكل، بقى ما بقى بده يرجع يمرق بهالمرحله. بالمرحله وقتها ترجع تخفف اكل ثاني مره، جسمك بيعمل ريزيستنس او بيقاوم، بيصير في مقاومه لخساره الوزن، وهذا الشيء طبيعي. بقى هون طبعا
بدنا ناخذ بعين الاعتبار اذا في ضغط دم عالي، هل في ادويه عم ناخذها؟ لازم ناخذ دواء اذا في ضغط دم عالي اكيد مع استشاره الطبيب. ننتبه على الاكل اللي فيه ملح مخبى، يعني مش بس انا الملح بزيده على الاكل. وبرجع بقول مره ثانيه كثير بيساعد وقت الواحد عم بيعمل نظامه نحف لثاني مره يركز انه يعمل رياضه كمان، لانه هالشيء رح يساعده يحرق المخزن جوا ويلي ما عم بيروح. عنا اتصال. الو 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 ريهام صح؟ الو بونجور بونجور الو اي اهلا تفضلي. بونجور اهلا تفضلي. بونجور بونجور ريهام حبيبتي، يعطيكم صباح الخير. صباح صباح الخير. اهلا صباح الخير. تفضلي شو سؤالك ريهام؟ اوكي كمان ما فسر ريهام انه صوت التلفزيون بدنا نوطي على الاخر. قبل ما نرجع نروح من وقت فقرتنا خلينا نرجع لعندك يا در. اوكي لكن في عنا كمان سؤال من سيدة عندها مشكلة الغدة وعم بتقول انه عم تاخد اليود مرتين وما عم فيها تضعف حتى مع الدايت. وهون كمان بنرجع بنقول لكل الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله الغده الدرقيه اللي ما عم تشتغل مزبوط، باول فتره طبيعي جدا انه ما ينزل الوزن، يعني اكثر شيء بنحاول انه نحافظ على الوزن ما يزيد، وشوي ورا شوي مع النظام الغذائي بيصير ينزل الوزن، مع العلم انه حتى هذا اوقات بينزل الشخص تنقول 200 جرام بالاسبوع ولا حتى نص كيلو، هيدا انجاز. يعني اذا جمعت انا تقريبا كيلو بالشهر وقت يكون عندي مشكله صحيه مثل مشكله الغده اللي ما عم تشتغل او ما عم تحرق مزبوط، كثير صعب انه الواحد يخسر من وزنه. فمعليش اذا ما خسرت وزن باول فتره، حتى ممكن الواحد اللي عنده مشكله الغده وحتى لو عم تاخذ يود او اي دواء بيرجلج او بينظم عمل الغده الدرقيه بياخذ وقت ليبلش الوزن ينزل. اهم شيء نبطل نزيد، هيدي الشيء الاساسي. خلينا ناخذ اتصال ريهام. الو ما في اوكي اوكي لكن كمان منقطع بعد سؤال عن دايت مناسب لصبيه عمرها 19 سنه، وهون صبايا كثير بننتبه لهم بهيدا العمر غاده، لانه طبعا جسمهم بعده عم بيتكون، معرضين كثير ليصير في عندهم نقص بالحديد. فما بنعطي نظام عشوائي، وبننتبه انه يكون الاكل كله موجود، يعني كل مكونات الغذاء الصحي من النشويات من الحبوب، ما بنقطع هيك خبز ورز هيك على ذوقنا، بنجرب اذا ما بياكلوا لحم نمرق لهم عدس، نمرق دجاج، سمك. المشكله مع الصبايا بهالعمر بلقمشوا، فانا بحس وقتا صح مظاهرات وبيظهروا سوا، فهون قد ما فينا نركز انه نخفف التلقمش خلال النهار ونركز على الوجبات الاساسيه. يعني كثير اوقات ما بيتغدوا او ما بيتعشوا بس بنقرشه خلال النهار، وهيدا عم بيخلي الوزن يزيد. فهيدا موضوع مننبههم عليه، وطبعا دائما بيكون النظام مدروس لهالعمر، ونتاكد ما في عندنا فقر دم كثير، لان الصبايا بهالعمر لان بيكون في الميعاد، وفي صبايا بيخسروا دم كثير خلال صح. فتره الميعاد صح. فمعرضين كثير لفقر الدم، بدون مراقبه كثير بهالوقت لما نوصل لمحلات ثانيه اكثر من هيك. ميرسي كارلا، شكرا لك. رح ننتقل لحتى نتابع فقراتنا مع دكتور ألفريد كرم. صباح الخير. صباح النور غدا. كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك يا رب. تمام. ايه انا بستمتع كثير بالاسئله وبالتفسيرات اللي بتعطيها الدكتوره كارلا، هيدا شيء ممتع جدا بالنسبه لي انا، لانه بحس مش بس موافق، بحس مبسوط نغنشني بهالمعلومات الاساسيه للصحه. دائما لانه صحتنا اهم شيء، وصحتنا تبدا من الواحد يكون عنده مناعه قويه، صحيح؟ وقت اللي نحكي مناعه ما نحكي برايوتيك، بس كمان اليوم وقت اللي عم نحكي مناعه هلا في لكل شو بيقولوا انواع الامراض اذا بدك، بس احنا اليوم وقت اللي نحكي عن مرض صعب قديش بدنا نحط، بقول لك قديش انا قادر اني اعمل مناعه
إذا لا سمح الله عندي مرض صعب، عندي كانسير، عندي أي شيء ما قادر إني أقومه؟ لكن كلمة مناعة كلمة معقدة، ونحن بدنا نحترم الناس اللي عم بتسمعوا لنا عم بيشوفونا. بدنا نحترم الأطباء اللي أخذوا وقت طويل ليشتغلوا على المناعة ويكتشفوا مناعة الإنسان. بدنا كتير نروح بهداوي بهالموضوع. نحن فقط منجي لنحط بين إيدين الناس معلومات لباحثين وعلماء رأوا أنه بأبحاثهم ودراساتهم أنه مناعة جسم الإنسان مكونة من أعضاء بالجسم، وفي عضو غير مرئي هو الميكروبيوم، هو الميكروبيوتا، هو الانتستين فلورا، وهيدي ما بيشوفها الطبيب، ما بيشوفها حدا، ولا أي حدا بيشوفها بالعين المجردة. هيدي بتنشاف بالميكروسكوب. ونحن عم نحكي عن كل البروبيوتيك، عن كل البكتيريا اللي بتعيش داخل الجهاز الهضمي. هالبكتيريا هيدي فيما لو حصيناها وحدة وحدة بالمليارات بتعمل وزن حد 2 كيلو، أكبر أتقل من الكبد اللي هو أكبر عضو بجسمنا. إذن خليني أعطيك بس دقيقة أنا حتى نقول للناس إذا حدا بيحب يتصل فينا مباشرة، هلأ نحن موجودين أكيد حتى نتلقى اتصالاتهم. من هون منافع البكتيريا عديدة، وهون حابب شوي اليوم أعطي الصبايا أو أكثر النساء وخاصة اللي قطعوا الميعاد اللي هن انتقلوا إلى عمر تاني، وهو الأمل أنه ما يخافوا. الأوستيوبوروسيس ترقوا العظم منه شيء مجبر لإلهم، أوكي؟ وهون أنا بدي الأمل بدي أعطيني، مش أمل هيك بالصدفة، أمل مدروس، أمل مؤكد، وأمل لابد إلا ما يقدروا يستفيدوا من نصايحنا. نحن منجي لنعطي نصايح حتى هالنصايح إذا قاموا فيها يستفيدوا فيها، وإلا شو النفع؟ أنا اللي حاب أقوله اليوم أنه كل النساء اللي بتقطعون العادة وبصير معاش في هرمون الاستروجين عم ينفرز، كثير من الأطباء أو من المعروف لحيت هلأ بيروحوا على الهرمون ريبليسينج ثيرابي اللي هني بيعطون 3-4 سنين، لكن مخاطره كان بالنسبة للقلب أو مخاطره كان بالنسبة لأمراض سرطانية صاروا اليوم يقللوا كثير. اللي حب قلن إياه هو أنه مشكلتنا نحن مع العظم، مشكلة النساء هو قدرة الجسم على استيعاب الكالسيوم وبعد أو channeling يعني توصيل الكالسيوم للعظم، ما يبقى بالأرتريز. من هيك بصير في مشاكل تكلس وغيره، وهذا ما بدنا إياه. وهون أهمية البريوتيك بلس. طب ليه بصير أوستيوبوروسيس؟ ليه بصير ترقع عظم؟ بصير ترقع عظم لأنه نحن خلايانا بتتلف بتموت، والتجديد لازم يصير. هالتجديد إذا ما كان عم بصير على أصوله بصير ينحف العظم وما في غباء كافي، وإذا عم نخسر أكتر ما عم نجيب مع الوقت 10-20 سنة، وخاصة النساء هن المعرضين أكتر. و الأول شيء بيفلت الورك وبيوقع وبينكسر شيء تاني كمان، بفكروا أنه من الوقعة صار مشكلة الورك. من هون نحن ما نعطي هالتنبيه هيدا. هلأ في أمور تانية هي عدم قدرة الجسم على استيعاب هالدي 3 اللي هو بيجي من هالريون، بيجي من الشمس، وخاصة لما نروح على الشمس بنحط سكرين، وإذا واحد البشرة غامقة كمان هذا سكرين طبيعي، فمنين بده يقدر يحصل على الأمور هيدي؟ حتى نقدر نستوعب بده يكون البكتيريا، وهون أهمية البريوتيك بلس. ليه؟ لأنه البريوتيك بلس أهميته أنه بيصنع الفيتامين كي 2، واليوم بتوصل للموضة أو بيصير في موضة كبيرة. مشاهدينا قبل ما نكون مع هالبريك اكيد صار عنا انقطاع وصار عنا خطا تقني، بدنا نعتذر منكم، وهلا رح نرجع سوا لحتى نتابع مع دكتور ألفريد كرم.
نرجع منتابع بحلقتنا اكيد لانه كنا عم نحكي عن شيء كثير مهم وخصوصا وقت يكون موضوع متعلق بالسيدات انا ما بنقدر نوقف عن الموضوع ما بدنا نقطعهم لانه بيقولوا ليش محططين علينا ايه ما هيك كنا عم نحكي عن الاوستيوبوروز وقديش يعني بفتره ممكن انه السيدات يتعرضوا له اكثر من غيره في عده مقاربات للموضوع لكن بالنهايه العلم والبحث العلمي بيوصلنا إلى المفهوم الحقيقي لمشكلة الأوستيوبوروسيس هي ترقق العظم وهي عدم قدرة الجسم على استبدال الخلايا اللي بتروح بخلايا جديدة ويريد فينا نقويها أكثر وهون عمل الغذاء والطب الغذائي وعمل أهمية هون بالذات أهمية البرياتيك بلس والبكتيريا الموجودة فيه القصة ما فيها انه نحن لازم الشمس 20 دقيقة ل 30 دقيقة تغذينا من هالفيتامين دي 3 وتغذينا لاستيعاب الكالسيوم ويروح المشكلة الوحيدة هي انه اليوم السبلمنتس اللي عم بيعطونا اياها غير كافية لانه الجسم حتى يتغذى العظم بده 7 انواع كالسيوم فاليوم بيشوفوا نوع اقرب الى الامتصاص اكثر بحطوا لنا اياه بالسوق صحيح فبيوصفوا لنا حبه كالسيوم لا بتاخر ولا بتزيد بالعكس بعض الاحيان اذا ما توجه الكالسيوم نحو العظم بيروح على الارتريز وبصير متاعب منه نوع من التكلس وخاصه الاتيروسكليروسيس تكلس الشرايين هيدي متعبه جدا للي عنده ضغط اللي عنده كوليسترول عالي ما بدنا هالقصة فلازم نعطي كل شيء حقه هلا اهم شيء بالبريوتيك بلس هون قدرته على استيعاب الكالسيوم وتوجيهه نحو العظم بفضل الكيتو اللي هو بصنعه فيتامين كي2 معروف انه في فيتامين كي1 والكي2 مصادرهم مختلفه واحد الكي1 الاولاني من كل شيء اسمه اخضر بالفواكه وخاصه الاوراق الخضراء والخضراء الغميقه وهيداك مصدره من لحومات واسماك فمن هون نحن منطمم بالنا انه عم بيجينا عم بيصنع لنا هالبكتيريا عم بتصنع اللي بحاجه نشكر الله انه جسمنا قادر يصنع بعض الفيتامينات قادر يصنع بعض الاحماض الامينيه والاحماض الامينيه ما بقدر يصنعها اسمها اساسيه يعني ما ناخذها من برا من هون نحن حديثنا مع بعض لازم يوصل الناس على انتباه ينتبهوا انه انا ايه معرضه مثل كل النساء الباقيين انه ينزل يضعف ال 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 كثافة أو سماكة العظم ومنعرف نحن أنه مع العمر كأنه الواحد بيقصر ليه بيصير فيه لأنه هالاستبدال هذا ما عم بيتم وصحة العظم منا صحة الشباب شو اللي بيمنع اليوم أنه ابن 80 سنة يكون عنده استيعاب لجسمه قد ابن 20 سنة هو غذائه وقدرة الاستيعاب داخل الجهاز الهضمي هون أهمية البريوتيك بلس إذا حكينا مثل ما بدأتي عن البريوتيك بلس قديش مهم للمناعة لأنه البكتيريا هي جاهزة ثابتة داخل الجهاز الهضمي لتنقض على أي فيروس على أي بكتيريا ضارة كثافتها وتوازنها وقدرتها وقوتها تعطينا قدرة على هالمناعة هيدي بالوقت نفسه أهميتها لفوائد عديدة واليوم خصصنا وقت كرمال ترقق العظم نعم نحن قادرين نستفيد حتى نقدر نحول غذائنا إلى غذاء وظائفي يعني أقدر استفيد من الغذاء مش بس استلذ بالطعمة لكن أعطيه حق الجسم على أنه يتبدل إلى الأفضل وينمى أحسن ويأخذ قدرته حتى يواجه الحياة مش كل مرة تضرب إيدنا بشي بده ينكسر العظم أو مش كل مرة ما نوقع بده يصير في عنا مشاكل كبيرة هون أهمية أنه نحن نحافظ على غذائنا ونرافق البريوتيك بلس بعد كل وجبة طعام هيدا أساسي لقدرة استيعابية أكثر يعطيك الف عافيه الله يعافيك يا رب انك بقيت معنا دكتور نحن رح ناخذ رح ننتقل لحتى نتابع هلا مع كندا بارض ورد ك
كندا صباح الخير. صباح الخير غادة. عندنا أسئلة وعندنا اتصالات وعندنا مواضيع كثيرة نحكي فيها، صحيح؟ صح. تفضلي، نبلش من عندك. يلا، لكن مثل ما قلتي بانتظار كل الأشخاص اللي بحبوا يبعثوا لنا أو يسألونا شيء مباشر على الهواء، رح بلش بأول صور وصلوني لليوم بدون سؤال. رح نشوف الصورة. اوكي، لحتى نجاوب بعتقد الصور هلا شو يطلعوا معنا. يلا هلا شو يطلعوا، نبلش نسال السؤال اللي بعده يلي. اوكي، عم نشوف هون صوره المدينيلا، وهي من النباتات الحلوه كثير. انا كثير كل ما هيك صح لي ويكون عندي نبتة قادرة اني اعرفكم عليها وتكون حلوة، دايما برجع بذكر فيها لانه واحدة من اجمل النباتات يلي ممكن تكون عنا بالداخل، خاصة بس تكون مزهرة مع الازهار اللي هيك الروز يلي بتفتحوا فيه مثل عنا ايد لولو بينزلوا منها، كتير كتير حلوة. مدينيلا هيدا هو اسمها، بس عم نشوف عليها اوراق مسودين عاملين مثل بقع كتير كبيرة بلون محروقين، كأنه محروقين. عادة بس يكون عندي نبتة، خاصة نعرف انه النباتات يلي بيبقى وراء اسميك وبتبقى عاملة هالبقع وجاي على النص، وعادة بتبلش من نص الورقة، يعني في كتير ايام هالبقع بتبلش من نص الورقة وبعدين بتمد عليها كلياتها، عادة بيكون من كترة المي. بس يكون في عندي كترة مي هيك بيصير على الورق. بالصورة التانية واضحة اكتر البقع اذا كان عم نشوفها كمان. عادة هيك نباتات وراء سميك حتى زهرتها بتحسيها سميكة، منا بحاجة لأنه تنسق أكثر من مرة واحدة بالأسبوع. الأهم من هيك هو أنه تكون مهوية كمان، يعني يمكن يكون صاحبة الصور كمان عم تقول لحالها إيه أنا عم بسقيها مرة واحدة بالأسبوع مش أكثر، بس انتبه أنه ما بعرف إذا كان في بو بقلب بو ما عم بتصرف مزبوط، هيدول كلياتهم عوامل بتخلي انه يصير في عندي هالبقع على الورق. شغلتها منا صعبه ابدا، لازم نرجع نعمل وتيره مزبوطه يلي هي مره بالاسبوع، وبترجع بتشوف انه الورق الجديد رح يرجعوا يطلعوا حلوين كمان. بهالوقت ما في لزوم نعطيها مغذيات، وقت مشوي بخلينا ناخر شوي لقدام بيصير وضعها احسن من هيك. اوكي، جاردينيا، هاي عندي جاردينيا الزرار عم بيسودوا، عم بقرا بأحرف لاتينيه مش هيك ما عم بقدر اقرا منيح، وعم يطلع عليهم مثل قطن ابيض. اوكي، عم نشوف الصوره كمان، والورق اخضر بس عم بيسود. انا بمارش وفبروري حطيت فيتامين بودر مرة بالشهر، معقولة السبب من الفيتامين أو من الشمس كمان؟ جربت بالمي والصابون بس ما مشي حال، كرمال يروح العفن، بس شو لازم اعمل؟ اول شيء اذا كان مثل قطن ابيض انا ما قدرت اشوف الصوره مزبوط، منه عفن، هو عباره عن من قطني، فيلي لازم انه نعمله او مسمين نمش القطني، يلي لازم انه نعمله المي والصابون كان بينفع كثير منيح، بس ننتبه مش مره واحده، يعني دائما بس تنرش نباتاتنا ما فينا نرشهم مره، يعني بدي الحق الحشره تكون عم تخلص السايكل تبعها هالدوره تبولها، من مره ما بيمشي حال. فاذا كان عم نستعمل مي وصابون بنصحها ترجع تجربها على 3 أو 4 مرات، بفرق 5 أيام أو 6 أيام بيناتهم، لحتى نشوف انه من مره لمره عم بخف، معناتها ايه المشكله عم تنحل. اذا لا بدي الجا لمبيد حشري، وساعتها في كثير مبيدات بالاسواق يلي هي صديقة للبيئة بنقدر انه نستخدمها وصارت موجودة بكثير من المشاتل. خليني اخذ اتصال. الو الو، بونجور بونجور، تفضلي. بدي اسالك عن شجر افوكا، وفجأة يبس هيك، يعني شجر كبير وصغير، يعني كان يسوي كثير منيح. اوكي، كانوا عم بيعطوا؟ كانوا عم بيحملوا؟ ايه كانوا عادي. اوكي، وكيف شو صار؟ فجأة هيك لحالهم يبسوا، بس بدي انه اعرف ليش السبب. اوكي، هيفا،
انا ما بقدر جاوبك هيك يعني، لانه اكيد ما انه فجأة. انا دايما بقول ما في شيء فجأة، بيكون في شيء بلش يصير او ما بعرف الا اذا صار في تغيير كتير مفاجئ. يعني اذا فيك تبعتي لي صور على الواتساب يلي رقم الواتساب عم بيمرق تحت على الشاشة تقدر ساعدك. اوكي 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 يا هلا. عادة ما في شيء بيسود فجأة. طيب يعني مش بس فجأة هيدي. بس شو بيصير؟ لا وبعرف حرام لأنه مش يعني بيضر بالأفريقا، يعني ممكن يكون تغيير كتير مفاجئ بالطقس أو ممكن يكون في مرض كمان موجود على الأفوكا. بس إذا عم تقول يعني مرض، عادة مثلا بقدر شوف النبتة الجديدة الصغيرة هي يلي بسرعة أكتر تتضرر. عم تقول الشجر الكبير والصغير كمان. فبليز هيفا اذا بتبعتي لي الصور اكيد بقدر اني جاوبك بشكل دقيق اكثر. اوكي عندي عن كيف بنزرع شتله الالوفيرا. كثير عم يجينا اسئله عن الالوفيرا، هالنبته يلي ما بعرف ليش كثير عم تاخذ سكسي، مع انه هي من النباتات اول شيء الحلو بنبسط انا، لانه في نباتات تبقى عن جد هي موجوده بطبيعتنا او اذا لا بتتالف مع طبيعتنا. الالوفيرا هي وحده منها، وحده من النباتات يلي كثير سهل انه نزرعها، كثير سهل نهتم فيها. وبتعرفوا كلكم انه صار انه عندها فوائد كتير، من ابسطها هي انه بتقدري هالجل يلي موجود تستعمليه ككريم، يعني هذا اذا ما بدك تعملي شيء ثاني. وانا ما بدي فوت بهول التفاصيل. عودة نحن وياكم مشاهدينا حتى نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح. أكيد رح نستمر سوا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. ضيفتنا يلي انضمت لقلنا شوي عم بتهتم، يلي انضمت لقلنا من شوي عم تهتم بمواضيع إلى علاقة بالجمال والتعليم. بدي رحب بلميا مصري مديرة المشاريع بجمعية كياني. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي اكيد بشكل مفصل لانه عم نحكي جمال وتعليم وعم نحكي مساعدة اللاجئين والصبايا بأعمار صغيرة حتى اللبنانية كمان. بدي بالاول بس نحكي عن كياني، انتو كجمعية امتين تأسستوا بأي ظروف، شو كان الهدف الاساسي من الجمعية؟ جمعية كياني تأسست بال 2013 من قبل ست نورة جملات وفي بورد كمان مجلس امنا معها. بال 2014 بلشنا المشاريع. هلا نحن شفنا الحاجه الاكثر بالمنطقه، لان كنا يعني شفنا بالبقاع خاصه الادوكيشن يعني التعليم ما عم يوصل لكل الاطفال وخاصه النازحين، وهيدا حاجه يعني هي من children's rights the priority انه تامني تعليم لهم. فلقينا انه في المخيمات واقل شيء عم بيقدروا يوصلوا ان كان على المدارس الرسميه، المدارس الخاصه اكيد ما فيهم يروحوا لانها غالي. فصرنا نعمل ستراكشر اسمها غطا، هي من الجامعه الامريكيه، نحن بالشراكه مع الجامعه الامريكيه في بيروت عملناها وصرنا نعمرها حد المخيمات كرمال يقدروا يجوا مشي الاطفال من عمر 6 ل 14 سنه. والحمد لله لنا سنه ترخصوا المدارس، بظرف 4 سنين قدرنا نعمل 7 مدارس المنطقه بالبقاع وترخصوا كل مدارسنا من قبل وزاره التربيه والتعليم. يعني هذا الستركتشر اللي عم تحكيني عنه قدرتوا تعمروا شيء سوليد يعني متين. بس بورتبل يعني أوكي. حسب لانه بلبنان وفي صح ايه؟ هلا بلبنان ممنوع تعمل شيء للاجئين يكون بيرمننت يعني ايه دائم بالضبط. فهيدي الستركتشر هي بورتبل، بتتعمر وبتنفك وبتتغير المكان حسب الحاجه. اوكي. فنحن قدرنا ناخذ ترخيص من وزاره الشؤون انه نعمرها بس للحاجات التعليميه واكيد التعليم ببلاش. وهلا بالبقاع بعد عندنا 7 مدارس معمره من خشب بس في اكيد بيس حديد كرمال يكمشها وفوق كل الظروف. حتى بتعرفي الطقس بالبقاع صعب شوي ومر يعني قلنا 4 سنين اول مدرسه عمرناها وبعدها بصير في شويه مينتننس بس منه كثير ميجر، يعني المين ستراكشر بعدها مثل ما هي. اوكي بهالاربع سنين شو قدرنا نوصل لقديش عدد من نحن بالسنه بنغطي اراوند 3500 طالب وكل سنة أكيد في طلاب بنجرب نحولهم للمدارس الرسمية أو مدارس متوسطة وبيجي بدلهم.
فبالسنة هيدا الأفريج 3500 طالب. بعمر؟ بعمر عندنا 5 مدارس برايمري سكول، يعني مدارس ابتدائية من عمر 6 ل 14 سنة. وعندنا مدرستين إنني متوسطات للصبايا، لأن لقينا في حاجة إنه المجتمع شوي السوري بخاف، يعني منغلق، بخاف يبعث الصبايا على المدارس الرسمية وخاصة بهيدا العمر فوق ال 14 سنة. ففتحنا مدرستين لل all girls schools، يعني للفتيات، بغطوا التعليم المتوسط يعني من الصف السادس للتاسع، وبنفس الوقت بنعطيهم مهن. ومن هون هلا نحكي عن البيوتيفول باتل التي في سي ونرجع نتابع. تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حميدي، افتتحت لوريال المشرق العربي الأكاديمية الثانية لبرنامجها التعليمي الخيري الجمال من أجل حياة أفضل، بالتعاون مع مؤسسة كياني في بر الياس البقاع. يتوجه هذا البرنامج للأشخاص الأقل حظا، فيساعدهم على تعزيز الثقة بالنفس وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب محترف ومجاني في المهن المتعلقة بالجمال، حيث سيقوم المركز بتدريب شباب يافعين يرغبون بامتهان التزيين وتعلم أصول المهنة ونيل شهادة توفر لهم فرص العمل. عظيم، يلي شفناه لكان هو برنامج منفصل عن الشيء اللي كنا عم نحكيه انه التعليم واستمرار بالتعليم. اوكي، فهو المركز هو المشروع لوريال عملته بيوتي فور بيتر لايف. اوكي، هو تدريب للصبايا اللي بيكونوا جايين من المجتمعات يعني اقتصاديا واجتماعيا شوي صعبه متدنيه، وبأمنوا هيدا التدريب المهني للصبايا كرمال يعطوهم فرص عمل مهني كمان بتزيد الثقه بالنفس عندهم. وهيدا المشروع اوريدي كان عم ينعمل من 2009 من قبل شركه لوريال عالميا ب 30 بلد، وبلبنان اول سنتر انفتح بال 2014 مع الاس او اس، دائما بيعملوا بشراكه مع جمعيه محليه، وافتتحنا نحن بتسعة هذا الشهر اكشلي بالبقاع بمدرسه من مدارسنا للصبايا. أوكي، للفتيات، ومنستقبل لبنانيات وسوريات حسب الحاجه. اكيد بنعمل دراسه، بيجوا بيسجلوا، بنشوف انه هن بحاجه لهيدا التعليم المهني، اعمارهم من 16 ل 30 سنه وفور فري. قد ايه رح تاخذوا تقريبا؟ كم بيستوعب؟ بالست اشهر هو التدريب، فترته ست اشهر، بناخذ اراوند 20 من 20 ل 25 ماكسيموم طالبك، لانه تدريب مكثف يعني. هل قد بيطلع معهم شهاده مرخصه وفيهم يعني المهنه يمارسوها بكل ثقه؟ وتدريب لوريال عالمي يعني مش ايه، لا مش عم نحكي اكيد عن التدريب وهيك، عم نشوف قديش يعني هن قادرين انهم يستمروا، قديش رح يستفيدوا من هالموضوع، البيئه يلي هن كمان عم يجوا منها، هل قادرين بعدين يشتغلوا يعني؟ صح. او نحن بس هلا عم نعطي وما بنعرف بعدين وين هن، في منهم تحت خيام ما قادرين يمكن ما بعرف يروحوا هلا. هذا الموضوع حساس خاصه عندنا بلبنان، لان ممنوع في عده يعني مهن ممنوع على اللاجئ، ان كان سوري او فلسطيني او اي، يعني هي في كذا كريتير. اول شيء في اشياء ممنوعه، اول شيء في منهم يمكن ما في هلا امكانيه يشتغلوا. في قسم كثير كبير هلا الحمد لله بلشوا يرجعوا على بلدهم، يعني كيف رح بيصير الاختيار كمان دقيق كثير بهالاطار، صح؟ اللبنانيات ما عندهم مشكله. أوكي، اكيد يعني هيدي مهنه حيقدروا يمارسوها بكل سهوله. للسوريات هلا عندك بالمخيمات هن بيحتاجوا ل يعني بيصير في ايفنتس معينه بالمخيم، ان كان عرس او خطبه او شيء، بيشتغلوا لبعض يعني، اكيد منا اوفيشال بس بين بعض انه الصبيه فيها تشتغل. وقت يرجعوا او وقت يروحوا على بلد اجنبي كمان فيهم يستفيدوا من هيدي الشهاده ومن هيدي الخبره، يعني بتضل هي خبره اكتسبوها وين ما يرجعوا يروحوا. اوكي، هيدي اول سنه يعني فينا نقول انه رح يستمر هيدا البروجي. كيف بينعمل عاده مع لوريال؟ سنويا هي شراكه لحد ما انه يخلص هيدا البروجي، حتى بكفي ممكن يتجدد وممكن ما يتجدد. صح. او ممكن يتجدد مع غير شيء او باي. صح. اطار كل سنتر جهزته لوريال داخليا بكل المعدات وبكل الماتيريال اللي مستعملها، واكيد بتشرف على التدريب اللي عم بيصير، المعلمه اللي عم بتكون عم بدرب البنات قد ايه الخبرات يعني شراكه يلي عم بيدرب جايين من لوريال.
اخترنا اللي عم بيدرب مع لوريال واكيد هن اشرفوا على تدريب زياده للمعلمه اللي هي أوكي. كمان يلي هي عظيم وهي بتعمل كوافير وبيشرفوا كل فتره على انه التدريب وين صار البنات عم بيكتسبوا هالخبرات او لا عظيم اكيد الجمال يعني شيء كثير مهم انا بدي ارجع بس كمان لموضوع التعليم نحن اليوم عم نحكي عن 7 مدارس قديش إمكانية أنتكم كمان تستمروا يعني نحن عم نحكي جمعية أنتم كمان جمعية محلية ومحلية وبالتعاون مع بس اليوم في وضع للجمعيات ما كثير عم بيقدروا يستمروا قديش شو عم تعملوا على الأرض لتقدروا تعطوا بهالتعليم بعد الفاندينج في صعوبة مثل ما تعرفي مش بس الجمعيات المحلية حتى الجمعيات العالمية اليو ان إن كان يونيسف أو UNHCR كل التمويل عم بيقل على لبنان فنحن الحمد لله بهالأربع سنين قدرنا نفتح 7 مدارس وقدرنا كمان نكفي بالتعليم هلأ المجلس الأمنا ومدام نورا جملات بيعملوا كل فترة فاندريزر يعني بتمويل بيجمعوا تمويل من أصدقاء من كمان بيعملوا أوكشنز على أرت بيسز وهيدا الشيء اللي بخلينا نستمر بالتعليم لان التمويل حتى على لبنان بمر السنين اجى على عده مراحل تعليم ابتدائي رجعوا وقفوا تعليم الابتدائي صاروا تعليم اليافعين رجعوا وقفوا صاروا مهني تعليم المهني فكل فتره عم بيتغير جمعيات ما عم تقدر تكفي باللي بلشت فيه نحن عندنا شراكه مع جمعيات عالميه بس بنفس الوقت المجلس الامنا بيقدر يعمل their own fundraising يعطيكم الف عافيه اهلا وسهلا فيك رح ننتقل لحتى نكون مع بريك صغير ونرجع نتابع عم نتابع فقراتنا بعالم الصباح مع موضوع له علاقه بالمراهقين وطبعا حتى نحكي معهم كيف احسن شيء تانيا رح تخبرنا صباح الخير صباح النور كيفي اصعب موضوع اليوم اوكي بلا ما انا كنت بدي اقول لك في طريقه تحكي فيها مع مراهقين صعب شوي يعني مش ظابطه عن جد من اصعب مراحل الحياه هالمرحله على المراهق نفسه وعلى اهله صح يعني يمكن انت قطعتيها للمرحله وبتعرفي عن شو عم نحكي وانا بقلب المرحله وبعرف عن شو عم بحكي كل واحد عنده مراهقين حواليه بيعرف شو القصه والمراهقين بحد ذاتهم يعني عن جد هن بيكونوا عم بيعانوا هن مش عارف يعني جسمه عم بيكبر يصير جسم راشد وبعقله بعد عنده قصص طفوليه عنده اشياء من الكبار وعنده بده اياها ويوصلها بسرعه ويشوف حواليه شو عم بيصير وهيك وبالتالي كثير طبيعي انه يكون صعب التواصل معهم لانه هن اوقات ما عم بيفهموا حالهم هن اوقات كثيره مش اوقات اوقات كثيره ضايعين باللي بدهم اياه بافضلياتهم بعدين لنحكي الصراحه كثير عم نطلب من مراهقينا بالعالم بهالمرحلة عم نطلب منهم يخططوا مستقبلهم ينقوا اختصاصهم ينقوا التزاماتهم المستقبلية وهن ضايعين باللي خلقهم بهالفترة يعني أنا ملاحقين فيسبوك وتويتر وإنستغرام وما بعرف شو عرفت شو بدهم يلحقوا ليلحقوا ومع السوشيال ميديا يلي هي بتجاوب على حاجاتهم الآنية يلي بتاخد 3/4 وقتهم مع الألعاب الأونلاين جيمينج يلي هن بحبوها يعني ما في يقول له ما تحبها ممنوع تلعبها في يقول له هيك بس بخسره مع الوقت او بصير اوتكاست يعني بصير برات اصحابه كلها اللي عم تلعبها وبعدين الالعاب الالكترونيه منا سيئه قد ما بنفكر نحن باغلبها اذا اكيد عم نلعب العاب معقوله واذا لان بتنمي بوقت معين أكيد. اكيد بس هي بالفعل بتنمي التركيز على الامور الصغيره يعني ردود الفعل السريعه هيدا شيء بنعوزه نحن كبشر وبالتالي ما بدنا نحاربها للالعاب بدنا ننظمها ما بدنا نحارب السوشيال ميديا لانه منا وجرع الانين فيها بدنا ننظمها وبذات الوقت بدنا اتواصل مع هالمراهق وهالمراهقه يلي وعند الشباب غير البنات وأزماتهم بتجي يعني عندك سنوات هيك إذا عندك كذا ولد يعني بتمتد يعني في منهم بيعملوا مراهقة مؤخرة يعني على 18 ببلش يعيش سن المراهقة بيكون قطع على 14 وال15 وال16
كثير ايه ايش بتمد شوي حسب كل واحد وشخصيته كل واحد وهيك. وبالتالي وما في شيء هيك منزل يعني علينا كلنا بيعلمنا انه كيف نتعاطى مع مراهق خاصه انه الازمنه بتتغير وبتتعدل مجبورين نضل لحقينا لنعدل بعاداتنا وتقاليدنا وطريقه تعاطينا معهم لنقدر نلبي حاجاتهم. من اهم الامور يمكن غدا لازم نعمل انه يلي عندنا ميول ما نعملها هي انه نحكي وقتها هو يكون جاهز المراهق. عادة كأهل وخاصة المراهقة بتعملنا ستريس وبتغضبنا أو تصرفاتهم وهيك بدنا بهاللحظة هلأ لما أنا بدي أحكيك مني وجر نغلط هالغلطة يعني لأنه منكون مأزمة معنا شايفين الأمور من منظارنا نحن من برا وشايفين أثاره وهيك. كتير مهم أنه ناخد نفس عميق ونقول لحالنا برح أنطر لنقي وقت مناسب أحكي معه وأحكي معه بهداوة أو أحكي معه وأحكي معه بهداوة. ولما هن بيكونوا جاهزين ولازم نسألهم أوقات بأخر كتير ليقلي أنه جاهز بدي جرب اسعى أنا وياه نقي وقت رايق وأنا بكون رقت بهالوقت صرت أعرف ناقش معه أكتر وإقشع الأمور كمان من منظاره مش بس من منظاري أنا وخبره من منظاري وين شايف الأمور ممكن تودي. إذا نعرفوا اختاروا وقت الحديث معهم بالأمور الصعبة أو بتصرفاتهم أو بأي شيء. تاني شيء لازم اعمل شيء بيقولوا له parallel communication او تواصل متوازي او موازي. شو يعني؟ يعني انه مش دائما بيرتاح المراهق او المراهقه انه عاد انا وياه وجب وش تفضل اقعد لنحكي. لا شو هي ايه هيدي اكيد لا ايه هان جاي يطلع فيك دقيقتين اصلا انا ما في وقت وبحط عليه ضغط زياده وبحط على حالي ضغط زياده اللي ممكن نعمله. هلا في احاديث لازم نعملها هيك لانه لها وزنها بس الاحاديث الجانبيه او البارالل اذا بدك المتوازيه او الموازيه هي مثلا لما بنكون رجعين المدرسه لما بنكون رايحين على محل انا وياه او انا وياها بالسياره. ليش بتساعد يكون مرتاح اكثر؟ اول شيء مش عم بتطلع فيه كتافنا او متوازيين او هو وراي يعني مرتاح نفسيا ما عليه هيدا الضغط اللي جاي انا بوجهه والسير وبين عجقة السير وبين الطريق وبين المناظر وبين هيك والموسيقى نتفل الواطي على الراديو بتساعده انه ما يكون انه حاسس حاله المتهم في قفص الاتهام وبتساعدني انا للصراحة كمان انه لانه عم ركز على السويقة انا وعم بحكي انه خفف وزن عليه او عليها لهالمراهق او المراهقة. اذا فينا احاديث جانبية نعملها على الطريق نحن وسايقين او اذا عم نمشي سوا كمان الكتف على الكتف. على فكره هيدي امور تعتمد بالمفاوضات الدوليه بالايام بيقولوا لك تيك ذا ووك اكزاكتلي يعني بتحسي بالشخص بس ما ضروري كل الوقت النظر لانه الاي كونتاكت بهيك ظروف ممكن يعمل ضغط اكثر وبريحه وبريح حالي انه عم نتطلع على وجهه واحده نحن وعم نحكي. كمان فينا نختار انه نعمل اكتيفيتيز مع المراهق يعني نشاطات سوا لنرجع نبني علاقة تواصل. ما منكون عم نحكي لا عن أزمة ولا عن مشكلة ولا عن أنا شو لازم أقول له كأهل لمراهق هاي تعملها هاي ما تعملها. بمجرد ما نكون عم نمشي سوا عم نعمل رياضة سوا عم نسبح سوا عم نحضر فيلم سوا عم نعمل نشاط عم ننط على الفرشة عم ننط على الفرشة سوا لأنه حتى لو مراهق بحب يعملها أكيد نختار مواضيع بتقدر ترجع تبني علاقة التواصل معه ويحس هالمراهق أنه أنا حده انه انا دايما هون انه فينا نجن سوا وفينا نحكي سوا وفينا نكون جديين سوا وفينا نحكي اي مشكل سوا حتى لو ما حكينا بشيء. النشاط الرياضي او الحركه سوا او الثقافه سوا نروح نحضر مسرحيه سوا عن جد كتير بيساعد انه نبني علاقه تواصل. فرجو انكم انتم دايما جاهزين يعني بي بريزنت كون انه ساعة اللي بدك أنا هون عبالك تحكي عن أي موضوع كان أنا موجودة أو أنا موجود شو ما كان صعوبته شو ما كان المضمون تبعه ما تخاف تجي تقلي يعني ما خاف إنه يجي يحكيني بشي موضوع خاصه بالتوعية الجنسية ما خاف إنه يحكيني. هيدول أسئلة عم بترحوها على ذاتهم فينا وبلينا. أنا بفضل إذا مش بالمدرسة عم ياخد جواب علمي يجي لعندي يطرح علي هالأسئلة لجرب أعطيه قد ما فيه جوابات علمية ولهالسبب أنا لازم ثقف حالي بهالموضوع وما أخجل وما أستحي وسيطر على انزعاجي بالموضوع لأنه فيها مواضيع تزعجني بدي سيطر عليهم وخليهم لأني لا أقدر عن جد ابني هالجسر التواصل أنا والآخر فرجي لهالمراهق أنه أنا موجودة هون ساعة اللي بدك أنا هالسند أنا هالصخرة يلي فيك تجي لعندها وتستند عليها أو تحكي لها.
خبروا اختباراتكم الشخصية انتو لما كنتوا بعمركم، خبرون الميزافونتير تبعكم، خبرون الخبصات يلي خبصتوها اوقات، شو تعلمتوا منها، ما تحطوا حالكم على طبلية اعلى منهم. يعني مش انه انا ما بحياتي كنت استرجي احكي مع بي او امي هيك، خاصة اذا بازمي اوقات حلو اولى بتفيق اولى بطريقه بس انه مختلفة ايه. يعني انه انتم بتحكوا معنا غير ما نحن لما كنا نحكي مع اهلنا، لانه الزمن تغير، صارت غير طريقه اني اقول، ما بحياتي انا كنت اقول استرجك، انا كنت اقول هالكلمه لبيي كان بالكف ويضربني. عم بحط حالي هون بموقع كانه انا شيء مقدس لإله، ما بيعمل اغلاط، ما خبص بحياته، عم بحط عليه ضغط اكثر لهالمراهق. وبالتالي خبروا امثلتكم انه من الطبيعي نغلط اوقات، كلنا منخبص اوقات، المهم انه اذا خبصنا مره ما تصير عادي عنا، نعرف نطلع منها وناخذ الدروس، نحن بشر وكلنا منغلط، يمكن غلطتنا نحن بعمرنا كانت اصغر هالقد، غلطتهم اكبر هالقد، يمكن غلطتنا كانت هالقد بس مخبيينها نحن، هن غلطتهم هالقد بس بدنا نربحهم جميله فيها، لا، خلينا نفرجيهم انه بالفعل الانسان انسان بالنتيجه، الإنسان يعني وين ما كان موقعه وما كان، مهم نخبر غلطنا ونعترف بغلطنا ونقطع عنه لغلطنا، هيدي الاساس، مش نعلق بغلطنا، اذا علقنا بغلطنا هي مشكله بتصير. فاذا نكون المثال له كمان شغله مهمه. هلا اذا من نحن من هن وصغار عندنا تواصل منيح نحن وياهم، اجمالا سن المراهقه بيقطع اسهل، ما بيكون في ازمه، الازمه بتبقى كثير ضيقه او سوء التفاهم بيبقى لا يذكر يعني بالفعل يعني، والناس اختبرتها بعتقد اختبرتيها مع اولادك، انا عم بختبرها مع اولادي، انه طالما في تواصل اوقات ما عبالهم يحكوا، ايه ما عبالهم يحكوا، بحترم هيدا الشيء. اوقات بيجوا بخبروني قصه بقول ييه واو شو حلو اجوا خبروني اياها، ما متوقعه يخبروني اياها كأم كمان، ليه؟ لانه في هالاوتوستراد، في هالتواصل يلي من هن وعمرهم نهار مبلش هالعادة، نحن ورجعين من المدرسة بنحكي على الطريق، بنحكي منخبر نكات، منخبر قصص، منحضر قصص سوا على يوتيوب، في شبكة تواصل، هيدا الشيء بيسهل العملية. إذا بدي أرجع أكسب المراهق يلي أنا يمكن خسرته بمرحلة معينة، ما بقى بده يحكيني شيء، نسكر على حاله إلى ما هنالك، النشاطات سوا بصمت حلوة بتساعد مثلا. ايه ما ضروري كل الوقت حكي، اكيد ضروري مش كل الوقت حكي، دخيلك لانه كمان ضروري مش كل الوقت حكي، يعني الحكي بصير عم بيقشعني انا عم نظر عليه يعني انا من فوق، بعدين الحكي والتحليل اوقات يعني بي بي بيوديك لمفردات وكلمات ما لها كثير بتصير بمحلات ثانيه وبالتالي في اعمل نشاط قل له عبالي احضر فيلم انا وياك، عم نحضر شيء سوا ساكتين ما حدا عم يحكي، نرجع شو حبيت اكثر مشهد، انا حبيت هاي، يا الله شو حبيت هالممثل، عم نحكي عن شيء اثنيناتنا شفناه سوا اكتشفناه سوا، بس عم نرجع نبني جسور تواصل بين بعضنا، النشاط سوا، عم نعمل شيء نشوفه من براتنا، في احضر شيء روح فرجيه لهالمراهق قل له يحضرون هدول ليك شو انترستين، شيء اكتشاف علمي بيقدر يرجع يخلينا. وطبعا طبعا ما بدنا ننسى اخر شيء بدي اختم فيها، هي انه تناول الطعام سوا كعائلة، اوقات سرعة الحياة عم بتخلينا ما نتمتع بهال هيدا الا مرة بالاسبوع بعطلة الاسبوع، يا ريت بنقدر ناخد عادة انه يكون وقت تناول الطعام هو وقت كلنا قاعدين فيه سوا، لان ما بتتخيلوا على مائدة الطعام هالمراهق شو بيقدر يفتح ويحكي قصص، يمكن اذا بروح بقول له تعا احكيني خصوصا اذا بترشيه شوي يعني الغدا برجر بيتزا مثلا، شفتي هو القصص اللي بحبون دونك القعده بتكون حلوه. طبعا بنبني جسور تواصل اكيد بيكون افضل مع هالمراهق، بتكون جسور تواصل بالنيئه. يعطيك الف عافيه، ميرسي لك تانيا. مشاهدينا نحن بعد شوي رح نتابع اكيد بعالم الصباح، لقائنا ما بيخلص قبل الساعة واحدة بتوقيت بيروت، خليكن معنا. مشاهدينا غسلنا نضم لنا بالاستوديو محطتنا التالية مع صعب كتير. صباح الخير. صباح النور. كيفك غسان؟ شكرا. كيف كان ويك اندك؟ كثير حلو الحمد لله. نحن اليوم بدنا نحكي موضوع عن جد مهم، عن الاستقلاليه لذوي الاحتياجات الخاصه. وي. من اي ناحيه؟ بتعرفي غاده هو احد مبادئ الشرعه العالميه لحقوق ذوي الحاجات الخاصه،
والاسئله هي مربوطه كثير بالابتكار والاعمال هيك المهمه الانسان فيه يعملها تيسهل حاله العمل تيقدر يعمل عمله لحاله باستقلاليه ما يكون كثير ديباندون من الاخرين. طيب بس في شغله كثير بحب اقولها دائما، اينشتاين سالوه من هو الانسان الذي لا يخطئ؟ بتعرفي اينشتاين هو لو بلو جران فيزيسيان العالم الفيزيائي بقى بيقوم بيقول لهم الرجل او العالم او الانسان الذي يخطئ هذا منه موجود ولكن بيضل بكل حياته بيعيش بهالاعمال البسيطه والروتينيه واللي ما بياخذ عاتقه انه يغامر او يعمل عمل فيه ابتكار جديد بضل مطرحه، هذا في يضمن حاله انه ما راح يغلط. ايه اكيد يلي ما بيجرب ما بيغلط. برافو عليك. ومشان هيك اليوم اليوم رح نشوف ريبورتاج صديقنا وسيم طبارة اللي بدنا نحييه، هو حدا شخص موهوب عنده ابتكارات كثير حلوه رح نشوفها ونشوف انه دائما الطموح بيودينا لمطرح نقدر نحقق استقلاليه اكبر واكبر ونقدر نحقق انه السهوله للناس يوصلوا للي بدهم اياه بطريقه اسهل وافضل. خلينا نشوف الريبورتاج. أنا إنسان جاني مرض اسمه الام اس حوالي 15 سنة وصار كل يوم عم جرب بكي الغر لحتى الاظهر، ايام ما بظهر كتير بيكون صعب علي انه اظهر. من ورا الشغلة من حوالي سنة لقيت فكرة جربتها مشت معي انه عم بدل الزر شليشلخ، كان عندي بنطلون كمان صرت كمان صعب انه انا باكله، طلعت فكرة انه اعمل كله الاستيك، هذا بخليني حطه بدون تبكيل زر، حطه بدون تبكيل زر، وهذا الشيء ريحني انه كان مصيبة كتير اعراض لبكر زر واحد كان مشكلة. لقيت الحل كمان حتى البس بنطلون بعد ما لقيت الشغلات صرت البس طعم، صار في اجا شغل، صار في عيش حياة عادية. مهضوم برافو، لغى الزرار من حياته. نعم هو اريح اريح. هيدي قصة وسيم، واكيد في كتار مثل وسيم ما هيك حابين انهم يعني يعملوا اشياء يحسوا حالهم هن مرتاحين، ما يقدر يضل كل الوقت مرتبط بحدا. تعرفي غادة هي الحلو، بدي احييه كثير لوسيم فعلا لانه اقله انه كانت هالقد المبادره الشخصيه، هالقد المبادره فيها ابتكار، فيها خلق، فيها فكر كثير حلو. انا واثق انه اذا بيشتغل اون جرو قادر يسوي كثير اشياء حلوه، ان شاء الله يقدر لانه بريما كثير في ناس بهمهم هيك موضوع. كثير حلوه الفكره وفعلا بتسهل. هلا اللي بدي اقوله انا غاده هو ابعد من هيك، هي فكره وقت عم نحكي اليوم عن الاستقلاليه عم نحكي مع ريبورتاج تبع وسيم عن الابتكار عن الخلق، قد ايه فينا نحن بغياب مؤسسات كبيره تقدر تلاقي حلول لكل مشاكلنا، قد ايه نحن فينا نطلق العنين لمواهبنا لابتكاراتنا لافكارنا للخلق اللي عندنا اياه بقلبنا نقدر نحققه بقلب وقعنا شو ما كان، حتى لو كان وقع مزري بدي اقول اوكي لو من لا شيء. يعني غدا شو الميريت الكبير انه انت من لا شيء عم تعملي شيء، عرفتي وقتها ما عندك الامكانيات وقتها ما عندك اي شيء، بس هي هيك الفكره اللي بتجي بهالقد بيكون فيها من الابتكار ومن الخلق ومن الجنون بين مزوجين انك تقدري عن جد توصي اشياء رائعه، وهيدي اللي بتترك بصمه كثير حلوه. اوكي هلا مش بس هون، انا كمان بدي اروح ابعد، يعني نحن كان هو عم يخبر انه
روح ساعات عم بجرب يبكي الزر لأنه عباله كان يظهر، يعني هالقد روح من وقته اليوم وقت اللي هالأفكار وهالأشياء اللي عم بتبسط لهم حياتهم كمان عم بتخليه هو يكفي بحياته بشكل أحلى، يعني خلص أنه منشيل العوائق مناخد هالاستقلالية اللي أنت عم بتقول عنها، وواحد بيعطي أفكار وبيكفي بيقدر بحياته كمان، صارت استقلاليته بمحل تاني، يعني صار قادر يظهر يقرأ يمكن يحط مجهوده بمحل آخر. تعرفي غدا بهالنقطة بالذات بموضوع الابتكار، إذا بترجع لمواضيع فلسفية معينة قولوا لك أخطر شيء هو الشيء نحن كتير أكسسيبل لأنه هو العادة الابيتود، هيدي نحن شو معودين نحو قميص يا زلمه بنقوم بنبكر ونصغى وبنمشي لانه تعودنا، بالوقت انت بالخلق بدك تكسر اسمه شيء عادي، لانه عادي بتقول لك انه هذا الشيء موجود اعتبره موجود للابد، قال لا الخلق بيقول لك في هذا موجود في امكانيه لشيء جديد يكون موجود أكيد. اسهل واحسن واوفر، ومثل ما قلت بيوفر وقت اكثر، يعطيك امكان وممكن يعطيك فرصه للحياه وللشغل وللانتاجيه اكبر بكثير، يعني قبل ما يكون في زر دخلك ما كان في زر هذا الزمان صح كان كله فرد كان هيك فعلا كانوا من الزمان، وتبه حتى بتياب انا يعني في بحث عاملينه بهذا الموضوع كان الملوك وهذا كانت توابهم فرد شقفه تصور، يعني كان يتميز الثوب انه منه كثير مخيط ومشقف ومرقعينه، لا فرد شقف مستعملين له اكبر قطعه قماش شقفه واحده بدون ما يقصقصوها والى اخره، مضبوط كانوا بهالاطار 100% اكيد. نحن حلقتنا خلصت سوري عندنا انا فكرت انا فكرت انه انا سمعت، فاذا موضوع الاستقلاليه وموضوع الابتكار هن شغلتين بيمشوا مع بعضهم 100%. وبتعرفي غادة في كتير هالريسيبروسيتي بين الاثنين، في الاستقلالية بتوديك لأنه ليكي أنت طالما تحت ضغط طالما تحت اوبليغاسيون يعني مقتضيات وانت مجبوره تعملي شيء ما رح تعمليها بطريقه ابداعيه، بينما وقت انت تعطي لك الحريه وتنطلقي تعملي انت قادره تكوني مبدعه وقادره تخلقي طرق ووسائل وامكانيات جديده تتوصل للهدف اللي بدك اياه من اصغر الامور، وما تصدق قد ايه بتكون العمل مدهش وكبير وما غيره. صح نحن نقول الحاجه ام الاختراع. صح ما في مثل غلط. فعلا. وقت واحد بده يوصل للشغله بده يضل فيها للاخر، بس المهم المثابره، يعني واحد يجرب مش انه ما زبطت وماني عارف شو بدي اعمل ويقعد. مضبوط. هذا بتعرفي اديسون لهيدي الامبول الكتريك اللي نحن اليوم في عاده انتم اليوم بتطلعي بلمبه صغيره بتتخيل انه ما في لمبه عليها بتكسرها وبتنجح، يعني منا شيء صح شو انه ماشي بتعرفي قد ايه جرب كم مره بيقولوا لي فوق ال 1300 محاوله اكثر من 1300 محاوله تزبطت معه، هيدي اللي فيها ريزيتان صغيره اللي بتضوي اوضه او اللمبه العاديه تقول انه ليك شو بتعمل بده واحد يكفي تجربه نحن رابع مره بنمسكها وبنكسرها وخلص وبلاها بنقول وعمرها ما تكون وبلاها وبنعمل شيء ثاني او الى اخره، ما هيدا الفرق بين الانسان يلي حابب انه يوصل لهدف معين وبين يلي عم بيتنازل من نص الطريق ومثل ما بيقولوا بيحط ايده على خده وبيقعد يندم. نحن بنشوفك ان الله راد الاسبوع الجاي غسان. الله راد. ميرسي لك. مشاهدينا خليكم معنا عالم الصباح بكفي بعد شوي اكيد مع شف حسين وفقراتنا مع ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. ثلاث وصفات عم نحضرهم مشاهدينا اليوم. عنا البسبوسة، لكن بسبوسة بالجبنة رح نحضرها بعد شوي أنا وياكم، عنا فيليه سمك مع صلصة الفطر، وأيضا في عنا كرات اللحمة بجوز الهند. هول هن لكن مشاهدينا الوصفات اللي رح نحضرهم. رح نبلش أنا وياكم دغري بكرات اللحمة. بعد ما كنت حاطط بوعاء قدامي في بقلبه لحمة، في بقلبه بيض، في بقلبه زنجبيل، وفي بقلبه كعك مطحون، وفي بقلبه بصل، وفي بقلبه ثوم. رح ضيف لهم أنا ملح مع فلفل اسود، لكن ضفنا ملح وضفنا فلفل اسود. بجيب انا بهالوقت طوايه، بحط طوايه على النار
وبحط فيها زيت نباتي لنبلش نحضر لكرات اللحمه. لكن رح استعين انا بزيت النباتي، رح ضيف زيت نباتي للطوايه ورح اجي اعجن هيدي العجينه، عجينه البول، بول فينا نقول بول الكفته كمان او بول اللحمه بصلصه جوز الهند مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بحضرها بهالشكل هيدا. نرجع نعملها بشكل بول ومنقليها بالزيتات الموجودين قدامنا على النار. طيب رح حضر الصلصه، هي عباره كمان مشاهدينا عن بصل بالاضافه للثوم بالاضافه للبندوره، حليب جوز الهند، واذا بدكم فيكم تحطوا لها كمان من الكريم فريش. لكن انا بلشت بالبول بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. برجع بذكر كل المشاهدين هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. هون نحن حطينا لكن لحمه مفرومه ناعمه بالاضافه لقليل من اللي او زور الغنم لناخذ نكهه كثير طيبه، حطينا فلفل اسود، حطينا رشه ملح، حطينا بيض، حطينا كعك مطحون بالاضافه للزنجبيل طبعا والبصل والثوم، هن اللي بيعطوا نكهه كثير طيبه، بصل ثوم زنجبيل وهيدي البهارات مع البيض مع الكعك. لكن مثل ما عم بتشوفوا رح نحضر الصلصه. عندنا ايضا كمان الوصفه الثانيه طبق رئيسي السمك مع صلصه الفطر. ايضا انا السمكات جبت سمك فيليه، سمك فيليه طبعا قطعته لتيته بالطحين، حطينا لهم كمون، حطينا لهم كزبره يابسه بالاضافه طبعا للبابريكا، كلهم حطينا هيدي البهارات مع الطحين وقلينا السمكات، صاروا جاهزين عنا كمان لنحضر صلصه الفطر، لنحضر الخضار. يعني في عنا صلصتين بدنا نحضرهم بعد انا وياكم، صلصه جوز الهند وصلصه الفطر طبعا للسمك مع الخردل، بناخذ نكهه كثير طيبه. هون مثل ما عم بتشوفوا تقريبا بلشوا يخلصوا عندي كرات اللحمه او البول، بيف بول بهالشكل. اوكي هيدي الكميه الكافيه اخذناها. اوكي طيب نتركهم لحتى يستووا، وبهالوقت لحتى يستووا رح انتقل انا دغري مشاهدينا لنحضر طبعا الصلصه. الصلصه هي عباره مثل ما خبرتكم، رح نبلش بالبصل، رح احط بصل انا على النار بالاضافه للثوم بالاضافه للزنجبيل بالاضافه كمان مشاهدينا للبندوره. هاي المقادير لكن برجع عم نشوفها على الشاشه. اوكي هيدي اللحمة، اوكي لكن نجي بناخد بصلة ونبلش بالصلصة. اوكي بلش بالبصل جوانح، هون صار في عندي بصل جوانح، بشيل السمك لان السمك رح نحضر صلصه بتاني فقره للسمك. بهالوقت انا بحط كمان من الزيت النباتي على النار. وايضا بحط البصل مع الثوم مع الزنجبيل. اوكي. طيب لكن مشاهدينا حطينا بصل على النار، رح احضر كمان للبصل، رح ضيف الثوم ورح ضيف الزنجبيل فوق البصلات. لكن عم نحضر ثلاث وصفات لحلقتنا لليوم مشاهدينا. في عنا البسبوسه بالجبنه او ميني بسبوسه بالجبنه، عنا كمان فيليه سمك مع صلصه الفطر، عنا كرات لحمه بصلصه
جوز الهند. هول هني وصفتنا، لحمة على النار، عم نحضر الصلصة، صلصة جوز الهند للحمة. حطيت زيت نباتي بقلاية بطنجرة وحطيت فيها بصل، رح روح جيب دغري الثوم، حضر الثوم، وبدي حضر كمان مشاهدينا الزنجبيل، لضيف الثوم وضيف الزنجبيل وضيف البندورة وأيضا نضيف دغري حليب جوز الهند. طيب كمان رح ضيف جوز الهند، سوري رح ضيف الزنجبيل قبل جوز الهند مع الثوم. اوكي طيب، صار عندي بصل، صار عندي ثوم، صار عندي زنجبيل، رح جيب انا البندورة كمان، بندورة ايضا مربعات. اوكي لكن مشاهدينا رح نضيف كمان البندورة مربعات للصلصة للبصل وللثوم وللزنجبيل. شو رح اعمل؟ رح اجي في عندي خضار مشكلة، رح حضر انا الخضار مشكلة كمان لصحن السمك. الخضار المشكلة رح حطها ايضا على النار مع زبدة. لكن خضار مشكلة مشاهدينا صارت على النار، منضيف للخضار مشكلة زبدة بهالشكل، رح نضيف كمية من الزبدة، رح ضيف ايضا رشة ملح، رح ضيف من الفلفل الاسود. اوكي كمان وكمان، لكن بدل حط نحنا حطينا الخضار رح انتقل كمان مشاهدينا للصلصة، رح حضر ايضا الصلصة، صلصة الفطر. بالنسبة لصلصة الفطر للسمك، لكن اول طبق نحنا تقريبا بلش يشرف على نهايته، اللحمة صارت جاهزة عنا، منطفي مشاهدينا تحت اللحمة. هون عندي البصل مع الثوم مع الزنجبيل، كمان رح اجي ضيف لقلن حليب جوز الهند كمان مثل ما عم بتشوفوا، ضفنا حليب جوز الهند. اوكي بهالوقت لحتى يغلي حليب جوز الهند نرجع بنحط ملح وفلفل اسود. انا رح اجي ضيف للطنجره طنجره ثانيه، هيدي الطنجره عم نحضر فيها نحن صلصه الفطر للسمك. صلصه الفطر للسمك بدنا نحط زبده وبدنا نقلي الفطر. رح روح جيب انا الفطر، بلش حضر بالفطر. لكن انا رح بلش بتقلية الفطر وبرجع بضيف لقلن المرق السمك، وبنرجع بنضيف كمان مشاهدينا الخردل. هول الفطرات صاروا جاهزين عنا لنضيفهم فوق الزبدة. بهالوقت رح روح جيب من الفلفل الاسود ورح حط كمان مشاهدينا كاري. لكن عندي فلفل اسود وعندي كاري وعنا رشة ملح. مع هالرشة ملح خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. بعد عايش عنا بمطبخ عالم الصباح، انما اكيد التحضيرات شوي شوي بلشت تخلص بمطبخنا مع شيف حسين ورشيد مرح. هيدي التحضيرات وهيدي كمان لحمه اشرفت على نهايتها، عم نضيفها فوق الصلصه اللي حضرناها غاده. اول شيء بدي صبحك بالخير. يا هلا، وين هالغيبة؟ شايفة؟ خلينا هون. بس اليوم شو بيقولوا خالطين، يعني سمك و سمك ولحمة، لحمة صح. وكل شيء ودسير ويوم كثير طيبة. هاي وصفة السمك، هاي وصفة اللحمة اللي عم نحضرها بخص الصلصة. برجع بذكر كل المشاهدين على الصلصة حطينا بصل، حطينا ثوم، حطينا زنجبيل قليناهم بزيت نباتي، ورجعنا ضفنا البندورة
حطينا حليب جوز الهند وايضا حطينا كاري ملح وفلفل اسود. هذا الطبق صار جاهز عندنا، بنتركه نحن لحتى يغلو مع بعض مع اللحمه، بنشيل هالطبق وبنسكبه. اما بننتقل للطبق الثاني، فيليه السمك مع صلصه الفطور. فيليه السمك هون غاده مع صلصه الفطور، عندي الخضار مشكله مع ملح وفلفل اسود على النار. رح اجيب انا كزبره لان رح نقدم الخضار مع السمك، فكتير بيروح مع كزبره، بيروح كمان معها من الكمون، ايضا بيروح معها من البابريكا. اوكي، وبنخلطهم كلهم، هيدي الخضار المشكله مع الزبده صاروا جاهزين عندنا لحتى نسكبهم بالصحن اللي بدنا نقدم فيه الفيليه. هون عندي زبده مع الفطور، راح اروح جيب انا الطحين، ضيف الطحين للزبدة وأيضا للفطور بهالشكل. عايزني مساعدات ولا فيني أقعد؟ لا فيك تعالي، فيك تعالي. طيب، نحن بالعادة صلصة الفطور بنحضرها هي عبارة عن زبدة عن طحين عن فطور، فينا نحط معها بصل، فينا نجيب كمان غادة، فينا نجيب المشروم المجفف. المشروم المجفف بننقعه ناخذ ميته، كمان بنضيف ميه المشروم مع المشروم حتى المجفف، ناخذ نكهه كثير طيبه. هون نحن مقدمينها مع السمك شوي مختلفه، رح اقدم معها انا من حط معها صلصه خردل كمان بتعطي نكهه كثير طيبه، يعني رح يكون لونها اصفر ما رح يكون لونها على براون. اوكي، ضفت مي او مرق سمك اذا عندنا مرقه سمك، ناخذ نكهه كثير طيبه. طيب، هون رح طفي تحت هالوصفه، تحت اللحمه صارت جاهزه عندنا، خلصنا. وبهالوقت انا شو رح اعمل؟ شو هون بعده فاضي؟ هون بعده فاضي، رح نحضره بعد شوي هذا الطبق. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ رح اجيب الرزات، رح اخذ رز وبدي اسكب انا اول طبق لحلقتنا لليوم، هو اللحمة اللي صار جاهز عندنا هذا الطبق. اوكي، نحضر صحن شطار. يلا، مثل ما عم نشوف هيدا الرز. اوكي، نشيل الطنجرة ومنجيب صحن السكب. بدي اسكب بهيدا الصحن هيدا للرز وال هيدا واحد اثنين. اوكي، ورح اجيب اللحمة كمان، ضيف اللحمة عليهم، حدهم 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 بهالشكل. ايه مهضومين كتير طيب هيدا الطبق. صحن لحمة مع صلصة جوز الهند، طبعا دخلها كاري، دخلها بصل، دخلها ثوم، دخلها ايضا من البندورة، حليب جوز الهند، ملح، فلفل اسود. اخذنا نكهة كتير طيبة، منظرها حلو كتير، بعدين الوان صح، الوان كتير حلوة. يلا اوكي، عظيم. ضل في حبة هون هون. يلا اوكي، هيدا اول طبق كمان صار جاي، منظره صح حلو. شو رح اعمل؟ رح اجي زينه، منزين منزين، رح زين باكليل الجبل مع شوية حشايش. اوكي، لحمة خلاص. هلا عنا هيدا اول طبق صار جاهز، سمك مع الخضرة تبعيته، بس رح احط بعد كمان رشة كزبرة رشة كزبرة خضراء على الوجه.
بهالشكل. اوكي طيب، لكن يعني بهالوقت لحتى كانت الصلصه بلشت تتماسك عنا، شو رح نعمل؟ رح ننتقل لوصفه الحلو دغري، نبلش نحضر وصفه الحلو. فكرتك مش رح تعملنا وصفه حلو. بلا ما بيصير. يلا وصفه الحلو، رح جيب انا خلاط كهربائي او العجانه الكهربائيه. شو رح احط فيها؟ لكن رح نبلش بميني البسبوسه بالجبنه. ميني بسبوسه بالجبنه، اول شيء بدنا سميد. لكن لكل ستات البيوت ما تنسوا تسجلوا المقادير. ميني بسبوسه بالجبنه. أوكي. عندي سميد وعندي سكر، عندي كمان قشطه معلبه وعندي جبنه مرهميه. لكن قشطه معلبه. اوكي وعندي جبنه مرهميه بالاضافه. لكن هيدي البسبوسه دخلك حاطط شي بالفرن؟ حاطط سمك. بعد بدون بعد بدون شوي. كمان عندي زيت نباتي بالاضافه. لكن ضفنا زيت نباتي، رح اجي اخذ ايضا من البيض. هون رح طفي النار انا تحت الخضار المشكله. كمان ضفنا البيض، وايضا نيجي بناخذ الفانيل وبيكنج باودر. وبنخلطهم مع بعض. لكن مشاهدينا، سميد عندنا، سكر عندنا، بيض عندنا، زيت نباتي عندنا، فانيل عندنا، بيكنج باودر بالاضافه لزيت نباتي، كلهم حطيناهم مع بعض بالاضافه طبعا للجبنه المرهميه وللقشطه المعلبه. اوكي هيدي البسبوسه تقريبا صارت عندنا جاهزه. شو رح اعمل انا؟ عندي القوالب، قوالب الكب كيك. اوكي مثل ما شفتوا ما اخذت معنا وقت كثير، خلطناه هون ما بنخلطهم كثير صح، وبيجي بسكبهم بالقوالب. لكن هاي البسبوسه قد ايه بدها بعدين وقت بالفرن؟ بدها حوالي 15 دقيقه. انا رح احطهم بالبراد، على بكره نخبزهم انا والمشاهدين. انت رح تكوني بكره معنا؟ لا. اوكي خليلك تخليلي. ميرسي فكرت، قلت انا تشوف ناطره الجواب. اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا طبعا ما بنعبيها كثير لان فيها بيكنج باودر، بدها ترفخ لهالسبب. بنحط فيها كمان نصها تقريبا صح. كرر العمليه. هون غادة بعد ما نفوتها على الفرن على حرارة 180 بدها حوالي 15 دقيقة، بنشيلها من الفرن وبنحط لها، هي وسخنة بنحط لها القطر اللي بيكون كمان عندنا سخن. اوكي قطر أنا جهزته مع عصرة حامضة، أيضا حطيت كمان ماء الزهر وماء الورد، بناخذ نكهة كثير طيبة. لكن هيدي هي ميني بسبوسة بالجبنة، طبعا حطينا لها جبنة مرهمية داخل بقلبها، جبنة مرهمية هيدي هي يعني الميني بسبوسه بالجبنه. عنا بعد دقيقتين ثلاثه. يلا هيدي خالصه. قولي خلصوا. قد ايه بعد عنا؟ ثلاث دقائق. بنحط لها هيك على الوجه لوز، بنخليها بكره بنخبزها. حطها بالبراد؟ فينا نحطها بالبراد. يلا رح اجيب انا طبق. هيدا الطبق الثاني رح جيب الخضار المشكلة. حط خضار مشكلة بكعب هيدا القالب. اوكي رح نفرشهم بهالشكل. اوكي رح جيب ايضا
السمك الفيليه. بهالوقت انا شو رح اعمل هون؟ رح اجي ضيف الخردل، لكن رح ضيف الخردل ايضا للصلصه. صلصه الفطر ضفناه لخردل، وما خلصنا، كمان بدنا نضيف بعد ايضا مشاهدينا من الكريم فريش. اوكي، وبنحركها مع الخردل والكريم فريش. اوكي، هيدي الصلصه كمان صار جاهزه عنا. طيب بنجيب ملقط، بدها تغلي شوي. ايه بدي اياها تغلي شوي وبرجع بسكبها. بجيب السمك، بحط السمك بهالشكل. كمان هلا هون شو حطينا لهم السمكات؟ نحن هون حطينا لهم بس طحين، كمون، كزبره وبابريكا، وقليناه هون. طبعا بالفرن في عندي سمك مشوي. اوكي طيب خلينا نشيل القالب بهالشكل. رح روح جيب من الخس الملون ونزين بهالشكل. رح جيب كمان من الحامض. قد ايه بعد في عنا وقت؟ نص دقيقة. نص دقيقة. طيب هيدي نص دقيقة لنزين، طلعنا خالصين. بعد في شيء عم بنغلي؟ رح جيب عجل غليت، وهيدي بحطها بهالشكل. اوكي عن اذنك. ونص دقيقة بعد معنا؟ صح، ما طيب. كانوا نص دقيقة، هلا صاروا أقل. خلص. طيب وهيدي الصلصة على الوجه، أنا عم بحط الصلصة. بدي ودعك، بدي ودع كل المشاهدين. وصفتنا لليوم إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم، وبدي لكم ألف صحتين، وناطركم بكرة كمان الساعة 10. ميرسي شيف. أنا بدي ودع كمان بدوري كل المشاهدين اللي رافقونا اليوم بعالم الصباح. أحلى بقية نهار بدي أتمنى لكم، وبنلاقيكم بكرة الساعة 10. She's got it. Yeah, baby.